نبقى ميلوه زين الحين هذا انت ما بتحطم ما بنحفظهن بنحفظهن حق خلاف حق خلاف ان شاء الله شي يقول ميلوبي على الدرب الينوبي خطفوني على بيبان بيته يمكن اتصادف بشوف محبوبي كم مرة خطفت وما لقيته طال صبري وطالت بي دروبي لا وصلت المحب ولا نسيت وعنها سال ذعذاع الهبوبي يا عسيب لي من علم صيت يا عسيب لي من علم صيت هذا البارح أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور هذا البارحة طالت أعماركم أنا ما ظهرت يا سيل الهر وعندك ودونك ولا لا سائر الخاري ويا سائر ويا سائر ويا المهم يوم آخر شيء طالت أعماركم حول الساعة 9:30 ما أدري كم ما وعيت بعمري إلا لقطتن هاي اللي هنيها وراي حطيتني وهذا وين حطيت رأسي وأخذها بويا ختلة ختلتم وحدة شقرة محمد يوم قبل ما تصير ترقد لازم تشق القرآن وتخليه طول الليل وازم يقرأ ويطول الليل والصبح ويا الأذانات بند روحه ونشيت مرقاد هي والله هي والله مشكلة 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 ولا فلحني الباب هذا ردا لمنو للي يقولون لي ما تقر هذا البارحة ولا من جيت أصلا من جيت من لندن ولا احتركت مكان من البيت ما ظهرت شبر من لندن آخر شيء هاي وين هاي صبروا عادة لا حول ولا قوة إلا بالله يمكن 3 دقائق لردتي الحاسية عرفت وين كنت عرفت وين كنت لا إله إلا الله راسي دهر هي والله من جيت بالاسكندرية ما ظهرت في البيت لين أمر هالدقيقة كل يقولوا لي والله أنت 24 ساعة رغيد رغيد برا 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 وهذا الأمس من أول البارحة والبارحة واليوم أول البارحة واصل والبارحة واليوم يعني اليوم لي ثالث ما فلح لي الباب حتى شبر البارحة لو ما بالشغل هذا مع الجماعة ولا ما ظهرت وطول النهار في البيت وفي الزراعة وفي تقطيع السمكان والترتيب والحمد لله رب العالمين يقولوا دومك خاري دومك خاري ما تقر ما تقر ما تقر من باركم ما قر أنا أبوي ولا أظهر أصلا ولا أظهر إلا كان عندي شغل ولا 24 ساعة ياس البيت عند الأهل والله هذا هو هذه مصيبة والله العظيم بقيت أتذكر وأنا ضاغط على هاي أساس إني يعني تكون الرمسة متواصلة ما رمت بنت وعقب لي الرد خلاف رمت أتذكر أني أنا صرت 3 أيام مراسي راسي دهر هي والله غرب الله تسيرت لندن مسحت الدنيا كلها هي لك لندن يا جماعة الخير للي فيه هبة دبيج يصير مراسي اللي بيحيد عمره هتيه هتيه الداداه ياكل حبه وقباباه هذا ما لا يصير لا لا يصير مراسي انسان نشيط اللي بالحركه اللي بيتمشى اللي شالات النرويلات بيروم يمشي على الرمل حق تظهر عن الطاقه السلبيه باللي بيحضر فعاليات من سهر وطرب وكوفيات ومقاهي ومطاعم وبحر وتطير في الهليكوبتر وتطير في الشراعية وتركب اليخوث وتركب يعني هذا يصير ولا اللي يحيد عمره يجلس في الحجر ويقفل على عمره هذا بيجي اكتئاب فوق عن اكتئاب مراسي منطقة سياحية ساحلية الإنسان اللي يبى الفرفشة ويبى الأناسة اللي يحيد عمره بوي قلبه ما بخضر لا يصير اللي يحيد عمره ما في نشاط ولا في حركة هذا لا يصير يجلس بوي يعد أيامه
الديامه هذا الادمي اللي يقول ما اشتهي السير هناك ولا ب... لا ببر ولا بحر ولا ب... ولا ب... ولا بموسيقى ولا بحياه، هذا ميت الادمي. يعزل عمره عن العرب يكون يعني هذا شرط الاول اللي فيه دري اللي فيه امراض المعده الاول ما يحتاج اطريها لكم، روحكم تعرفون انتم ان الاول كان صعب العلاج لأي مرض، اللي يدري يموت، السل يموت، اللي يهد زجام يعزلونه ما أدري شو يعني، واللي وادم تمشي وتموت إلا عقب. الحمد لله لذاك الحين نسبة الوفيات في العالم وايد انخفضت من وراء الأمراض. الحين اللي بيموت موت إلا كان سيائر، إلا كان سيائر تطحن أجالهم، ولا أوادم يموتون موتة ربهم طبيعي ماشي، كلها معلوم إن كلها بأمر الله، كلها سيائر. اغلب اللي الله يقصف اجلهم هايل كلهم بسيائر، ما تقول ابدا من النوادر مرضى ومات، مرضى ومات ماشي، جليل جليل مرضى ومات، الحين ظهر ومات، ظهر ومات، ابدا من يظهر قصفته السياره، ابدا بسيائرها قصافات لاجال غرب الله ان الله. فلذاك والله يا جماعه الخير تحذروا كثر ما ترومون من السرعه، كثر ما ترومون تحذروا بيديكم وريوكم، حذروا عيالكم وعيال عيالكم. اللي يشوف عمره في خط ولا في ولا في هب يكمل الدرب ولا شياته، لا والله لا والله يختل على قبل لا يظهر ويرتاح ويرقد، او ما يصير اللي يشوف عمره تعبان. مشكله كم قصفت من لاجال هالسيائير، اي والله وايد مشكله زياده على اللزوم السيائير، ما خلت حد ما خلنا حد، اي والله رحمة الله اللي مات، والله يطرح البركة في عيالنا وعيالكم عيال المسلمين أجمعين يا رب العالمين. هي والله أرد أكمل معي كم موضوع أسير شرق غرب وانشدها عن موضوع السير والجاية، لا والله اللي الله مرهي عليه لا يقرأ يسير داخل البلاد وخارجها، عندكم امتداد نحن من السلع ليه اللي في جيره، من السلع اللي في جيره، ليبال والبحور واليزر والفنادق والشاليهات والمطاعم، هذا كله بوي موجود. ان بغيت العين، ان بغيت الفجيره، ان بغيت العصر خيمه، ان بغيت عمان، ان بغيت دبي، خل عاد دبي. اي والله ما شاء الله عليها دبي بسكت الاولي والتالي. خارج دبي على ما قال هاك يسمونه راشد الماجد كوكب اخر. اي والله كوكب اخر عيال لوادمت هذه بها شرق وغرب. سبحانك يا رب. مفدار بنزينها تبارك الرحمن. الله يحفظها من دار ويحفظ شيوخها وحكامها وحكام الخليج كلهم يا رب العالمين. شوف عاد الحين انت وين وصلت الان، بوني يا رب مس عن شيء. هي لحد يعزل عمره، اظهروا اللي عنده مزرعه يسير، اللي عنده عزبه يسير، اللي عنده بحر قربه يسير، اللي عنده بطعام يظهر، عنده حوي، الحوي ظهروا في حوياتكم، لا تجلسوا زاربين عماركم في البيوت، اظهروا في الحوي قدام باب البيت، قدام بيوت البيوت بيبان البيوت. يلسوا تنفهوا بكل تحت كنديشة، تحت الكنديشة بتقطن ينوبكم، قطن تحرون الادمي قطن. ما سمعتوا خاسة ومات، خاسة ومات، ما شيء مات قبل ما خاسة، لا خاسة ومات، هذه قطن روحه. عازل عمره مسكر كل وليدان الليتات، وليداني الضويل، وليداني الرمسة، وليداني الفرح، وليداني البندريج والسوالف، وعندك دونك، هذا وين حياته، حياته حياته الحسافة، هذا لو يصير ويا اليسار بعيدة بركله. والله محسوب على اللوادم، محسوب ان روح تصير يصير نسخ وي فيها، ولا لادمي دام ريوله صاحي، حتى ريوله مخب صاحي على كرسي يصير ربه كل بكار، حتى اللي عندك في البيت وهو ما بصاحي ودع على كرسي لا يقر، انقر تهردم، انقر جلسة البيت هذه تردم يا رب يعني ابوه هاي ما بكرسين زين، جلسة البيت هذه روحها تهردم اللي ما يتهردم. فلان قالوا تشسح، تشسح من الجلسة. انتم بحياتكم شفتوا حد يتشسح وهو يخاجي شرق وغرب؟ اللي عرعر ما يتشسح، اللي عرعر ما تتطوى يلوده، اللي عرعر ما تظهر المطاميط، هذه المطاميط والحناحين والغناقين واللقاليق هاي تظهر في منو؟ الإنسان اللي ما يصير ولي. تشوفوا اللي يصيرون ويون
ما يعولون أبداً أبداً أبداً. يدتشون يدتشون لو يدتش لو يدق اللر يدتش على اللر ظهر البق من القوة اللي فيهم. بسب الشو معود عمر على السير والجي معود. لكن هي شي شاي لا تدخل السوق ليعد مفلس يزيد غبن يا جليل الدراهم. هاي اللي بقى عليه من غير. لكن انت في بلادك ما يحتاج وين ما بتصير الحمد لله سيارك تحدري لك. ما عندك سيارة عندك سيكل، ما عندك سيكل عندك موتر سيكل، ما عندك موتر سيكل عندك رب عندهم سيائر. ما بلازم تكون متفيزر بسيارة متزرزر بسيارة كروحك. ليش؟ من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنا عمي أبو يد عيالي ولد عمتي أبو أم محمد، أم محمد أنا أبو محمد، أم محمد المدام، أم محمد أبوها رحمة الله عليه يشتغل في الجمارك الأول في الدمام. يا ربي كم ما توجعني ها ما شطريت السالفة. زين أنا عمري أظني 5 سنين 4 لكن أتذكر والله العظيم قسم بالله العظيم إني أتذكر يوم أنا هناك هاك الأيام عندهم في الدمام ترى مربتني أنا عمتي منيرة، عمتي منيرة هي اللي مربتني في الدمام من يوم أنا عمري 40 يوم لين غدا عمري 5 سنين عقب جيت دبي بيتنا في دبي. أنا ولد 5 سنين جيت من السعودية من الدمام. خبرتكم أنا وين كنت عند عمتي منيرة. شو عماتي كانوا 3 عمتي أبو حياة أبوي ما عنده إخوان عنده فقط 3 خوات عمتي عاشة وعمتي منير وعمتي موضي. عمتي موضي هي اللي ربت حياة سعود وربت حياة خلف ويقولون حياة عبد الله كان عندها فترة معينة أنا ما أتذكر هم يخبروني. لكن أنا ربيت عند عمتي منيرة في كنتية دمام حي الكهرباء الأول يسمونه نسيت والله. المهم بهذا موضوعنا العدامة والله نسيت والله ما أتذكر بيت يسمونه بيت بوكلاب هناك. المهم ما بهذا الموضوع يوم عمري 5 سنين جيت دبي الرفاعة وكان دال بيتنا بالطرف هذا براح صغيرونه وفيها بيت قوم بن حارب رحمة الله عليهم حتى مين العيال عبد السلام يعني المهم الله يحفظهم إن شاء الله. وبيت قوم خالي محمد بخدي الطرف هذا قدام بيت قوم بنطوق وبيوت وايدة والله بيوت وايد الفريج. ورا بيتنا بالطرف هذا مشاهد البحر بيت حياة شيخة بنت سيد. كني أشوف حين شوف العين كني أشوفها شوف العين نعم كني أشوفها شوف العين. ورا البيت شيء اسطبل مال خيل اسطبل مال خيل مال شيخة هند مال شيخة هند حرم الشيخ محمد بن راشد. أنا يمكن عمري 5 سنين لو 6 وهي نفس الإيج أتيبها ماما نورة وعندهم جليبة جليبة وراه وين ما تصير ماما نورة ويا الشيخة هند. وعندنا عنقورة نحن تحبي فوق على على مسوي شرات العرشة وعنقورها حامض عنبه عنب عنب والعنب حامض ويقطعوا لها. عندهم بعد سبالة شي صغيرون يحطوا يرتروا يتشبون على الإدار وياخذوا من العنقور ويعيبها الشيخة هند العنقور هذا ويتقطع لها إياها ماما نورة وتاكل منه الشيخة هند الله يطول بعمرها. هذه تروالي شوف عيني أشوفها شوف عيني شوف عيني أشوفها سبحان الله. هالكلام من ما يقارب 45 سنة هاي 55 حين أنا 60 هاك الأيام عمري 5 سنين هاك الأيام. وجدام بيتنا بطرف هذا حياة أبوي جايب من يوم يم السعودية جايب بيزات فلوس شارك ويا جماعة دوم يضرون لي يوم التلاقى وياهم في الأعراس في المناسبات في شيء جايب يجيبون غاز سلندرات من أرامكو. أول من يابوا سلندراتهم هو مع مجموعة من اللي واحد منهم خالي محمد الباقي ما بدرون طريهم متشاركين فيها شركة الغاز. المهم كملوا دهر عقب عادة تحولنا نحن بضبي وباعوا بيت دبي باعوا بيت دبي ما أدري 60,000 ما أدري بكم والله
وكملوا بنيان بيت الشعبي في مدينة زايد، زادوا عليه حجرتين، واتذكر حتى اسم البناي يسمونه عياز ايراني، اسمه عياز البناي، عنده شيء مثل شفتوا خلاطه الاسمنت صغيرونه شيء مثل ستيرنج، يوم يبون يشبون الاسمنت عنها فروا الستيرنج وتنشب هذا الاسمنت في العربانه، ساروا صلحوا بعد اليدرات وكملوا البنيان. لا اله الا الله، كاني اشوف الحين قدام عيني. وكان الاول عند حياه ابوي عريبيات، عريبيات، وعند ابوه يبون سح من البصره، سح بصري يسمونه، سح بصري، ببياب، ببياب وقلاب. والاول شيء دكان عند حياه ابوي في سوق السخام، في النصيف مثل العرصه فيها يبيعون هوش. وساعه يجلس حياه اخوي عبد الله في الدكان، ساعه انا عمري يمكن 5 سنين 6 سنين شيء من هالقبيل، انا ابوي يوم يجلسوني في الدكان صرت عند الهوش. ودرت ابوي البيع المشترى، وديته ودرت الحفيز، صرت اطالع الهوش. وحياه عبد الله لا يجلس فقير في الدكان، وكان حياه ابوي يواجعني ومسير عند الهوش. المهم بهذا الموضوع، خل الموضوع يولي. هي كنت حين كنت بطري لكم سالفه حياه عمي عبد العزيز ابو يد عيالي. وين صرت انا مصير يومين عن السالفه، سالفه ما يخصها في العريبيه ولا يخصها في السح ولا يخصها في، صرت بعد ويا حياه ابوي العراق البصره، عمري يمكن اقولكم 6 سنين لو 7 في بوم لين البصره من دبي نجيب سح. لا اله الا الله، يا هي ذاكره، هاي سوالف روحات هاي تجيب هاي. انزين الحين كل هالموضوع بخبركم عن حياه يد عيالي يوم هناك في الدمام هاك الايام. انا اللي اقول لكم الانسان يعني لازم يليج فرض الله ويعيشه، ما بلازم انت يكون عندك شيء، ما عند حد حق تغادي تناطح فلان وعلان وطالع على زيد شو عنده وعبيد شو عنده وهذا السار لان عنده ما عندك سياره تركب مع اللي عنده ما عنده سياره، مع اللي عنده سياره، ما عندك سيكل تركب مع اللي عنده سيكل. هاي المسافرين بسير وياهم وبي وبتحرك، ما بجلس لين انطحن واموت. لا والله، اللي عنده بانوش بسير وياه، اللي عنده يخت بسير وياه، اللي عنده طراد بسير وياه. يوم ما عندي ولا عندي ولا اروم بسير ويا اللي عنده، يسيرون ويون عندهم مزرعة بسير وياهم. يوم انا بالمزارع وبسير بسير وياهم وبشل وبحط وبسولف وبضحك، ما بسير بتيني المشيخه هاي لهم هل بالمكان برام يتمشيخون. انا بسير تبع بتحرك بشل شيء بحرك شيء بخدم لو بدل حتى طاسه غسول. لكن المهم انك تغدي عضو فعال. المهم بهذا موضوعنا. اي ها، فحيات يد عيالي كان موظف بسيط في الجمارك وعنده بطبطه يسمونها ولا بطبطه ولا موترسيكل. المهم هاي ام شراع، ام شراع حمراء، او تك 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 ويردفني يردفني وين نسير. اول شيء شركه يسمونها ارامكو لين اليوم موجوده، هذا عندهم طالت اعماركم شيء من هناك يسمونها محرقه. المحرقه اي شيء يطوف تاريخه ودوا المحرقه يحرقون اعدام. وكل اسبوع مره او مرتين تريوس النشاشير وتعق قواط الصلصه، القواط الماكنتوش، الحليب، المعلبات، البسكوت، قلانه الزيت، شو بقول لكم، ما في شوربه كابتن بعد روحتي مطبوخه هالنمونه. وكل عاد هذا متنفخ من فوق ومن تحت، يعني هذا القوطي هالنمونه، قوطي الصلصل، هذا قوطي الصلصل، اتي في حدبه هالنمونه انتفخ، ما تخلي هالنمونه يتم على الطاوله، لا لازم ها يروي منتفخ من تحت ومن فوق. والسب شو؟ منتهي صلاحيتي وداقت لنا الشمس وشمس الدمام، شو خليت متنفخ. هبلنا حياه عمي عبد العزيز الوادم كلها تسير، يسيرون يلقطون، ما متنا لا نحن ولا هم ولا سوال، صابنا تسمم ولا شيء. المهم تو عاد ينشلونه ونسير مزق خرايط، لدرجه استغفر الله العظيم حتى يوم كبرت والله خلاف اشوف اي بيت ادخله طالعه الليدار
تلقطون لدار فيه لون حمر، لازم لدار فيه لون حمر، لون الحمر من شو هاي يوم يطرون قوطي الصلصل مطون عن السكين، طز الصلصل في لدار، على لدار ولا فوق السقف ولا على السقف فوق من فوق، لا بد ولا عذر، ما مستحيل تلقط بيت ما فيها النمونة في البيوت الأوليات. هذا الأول يتفاعل فقار يتنفخ، ما شيء مواد حافظة، ما شيء مكان براد يعني يحفظ الشيء هذا. ها فهذا دقتنا الشمس، لكن البيوت يا كنديشنات أنا انتبهت العقل، يوم أنا ياهل لين يومكم هذا في بيوتنا، في البيوت كلها بيوتنا وبيوت غيرنا، تلفزيونات وكنديشنات، وقت اللي ما في كهرباء أنا ما لحقت، ما لحقت عليه. أنا مواليد 63 والكهرباء ما أدري من كم، الثلاثينات أظني أو من الأربعينات ما أتذكر متى، أو العشرينات العلم عند الله. لكن أنا من ثبت العقل إن كنت الأول في بيت عمتي في الدمام ولا في الرفاعة ولا في أبو ظبي، كل كنديشن معلوم الأول، ساعة تنقطع الكهرباء ساعة ما تنقطع، ويخترب اللحم والسمك وندور عمار يتلاحقون عمارهم اللي عندهم يودون سامانهم فريج الفلاني الكهرباء ما انقطعت عندهم. المهم الشغلة طويلة عريضة، ولا تلقط بيت ما فيه طزة الصلصال في فوق السقف ولا على الليدار. وكلنا أبوي وشربنا وعشنا الحمد لله أحسن عيشة، ولين اليوم ولين بكرة الحمد لله. ما أدري ليش جبت الطاري هذا، كم ما تراجعني هاي بعد تقولي ليش خبرت، لكن هاي حقائق يعني مش غلط يعني، كلها الأول الناس عايشة وتاكل وتشرب، هذا بصاحي صدري يدفع بمحمد، لا استوى علي شيء ولا شيئات. هي والله 50 سنة اسم البناية اذكر حيات ابوي اذكر يا عياس يا عياس، وتام اسمه في بالي، يمكن لاني ما سمعت حد اسمه عياس بحياتي، لك اتذكر شكله، اتذكر شيء يسوي فرق المودة بعد. اي والله ويه حمر. هذا طالت عمكم رجال اسمه سالم، صباح الخير ابو محمد. النسيان بسيط يوم هذا يحلل شخصيتي، النسيان بسيط ولكن هذا يسمى اضطراب العقل بمشاقل الحياة والمسؤولية المستمرة في حياتك. أتمنى لك السعادة يا عثرتي. بعد جاينا اضطراب يا اضطراب العقل، بعد قولي نانو بس أنت بعد شو اضطراب العقل هذا يعني نانو. لا تو الناس يوم ما في اي من حينه هي جهاب يلعبون بيايري وبيزاتي وحلالي يا عثرتي. اي ام محمد اسميك ما بحشرتني بخير. اضطراب التفكير، اضطراب شو يسمى اضطراب في العقل، اسميك ما رمستر مستم فيها خير يا عثرتي. اضطراب في العقل لا حول لا قوة، صبرا جميل بالله المستعان. اضطراب في العقل بعد يقول هذا هو عن النسيان، هون وانه النسيان بسيط لكن اضطراب العقل، اضطراب العقل يعني يوم يشوفك ترمس رمسة شرق ورمسة غرب. يا عزي الحال ان شاء الله ما علي بس حافظني الله، ان شاء الله ما بيني هالاضطراب غرب الله تكت بعد. هي والله ما اعرف منو سالم، اضطراب العقل زيغني. شهر 9 ويظهر سهيل ومن يبرد الماء وتبرد الدعنة، وشهر ويا الانغال ويا تبشورة الرطب، الحول انت تاكل حلو شو الحين مثلا، حتى الحين اللي بتقصها حينه قصيتها هذه بتبتدي تزهر خلاص على الموسم، حينه من يبرد شوي الوقت يظهر سهيل بتجلس تطلع هاي بعد بصرة جديدة للي يبى قصها في من تخلص منها تقصها ترد الظهر من يدي جديد عيال. هذه حين تشوفونها هذه تروم تقصها من هنا، تقصها من هنا وتداويها وبتسوي لك بتنشر بعيال، العيال كلهم بيثمرن. شوفوا ها كل هذا بيثمر، هذا كله بادي تزهير، هذا كله بادي تزهير. هاي وحدة وهذه الثانية، تظهر 3-4 من العيال وكل ما شاء الله وكل يزهر، كل يكون نسبة إزهار قوية فيه. طلع الوحدة 4-5 روس والحمد لله يكون إزهار قوي وجيد. السنة إن شاء الله بخلي بس وحدة منهن، ها
اللي تسوت العيال باجي كله انا بشله، لاني انا اطمح يكون عندي الكميه كبيره، لان خليت انت مال السنه يتعب ولو يتعدل وضعه وينشر مثل الحين، لكن يكون انتاجه وايد ضعيف. فلذلك نحن نبذر في شهر 7، شهر اخر في نص من 10 ننزل في الارض ويظهر السهيل ويا قيض النخل ناكل منه نحن وغيرنا على هالمنوال. هاي زراعه الفيفاي وطريقه بذره الأجود أنواع البذور اللي هو ريد ليدي. هذه أجود وأنواع أنواع البذور ريد ليدي، هو الزين، وتطلبونه أونلاين يوصل لي مكانك. الشركات المسؤول يعني تدخلون أونلاين تعرفون روحكم، ما يبالي دقت بور اللي قصيناها أول موسمها بسوية، هذا هو الحين كل ما سارت فوق بتزهر. لكن انا هذا كله في كل الاحوال مسوي الاعدام، لاني انا بادر، لان زراعتي في بيت ما في مزرعه. اللي في بيت انت تحاول انك انت تسوي كم تحافظ يكون عندك النوع الجيد، النوع الجيد والنوع الفنان، فما تسوي انت كميه حق بيع ومشترى. تحياس تسوي حقك انت وحق بيتك حق اهلك، فما تسوي شيء تجاري. انا اللي اسويه ان كان كل أموري أنا اللي أسويها كلها أسوي أشياء خاصة، ما أسوي شيء مال بياعي. يعني بياعي أنا ما داني، البياعي مرة لا داني ولا داني قربه. حتى الإنسان البياعي هذا رخيص ما حد يداني، لأن هو جعل العمر رخيص. الإنسان اللي جعل العمر رخيص ما له قبول ولا له ولا لمز ولا للطعم ولا لشيء ولا لقيمة أصلا. أي شيء بياعي ما لقيمة. والإنسان الخفيف والخرخشان مثل ربيع المصلحة، ما يباك إلا لجل المصلحة. هذا فراق عيد، ولا تندم أنك أنت فارقته. أي إنسان صديق مصلحة ما بييك إلا لجل المصلحة، هذا فراق عيد، فراق أكبر عيد عندك أنت يا الإنسان. فلذلك تلاحقوا عماركم، أي حد تشوفونه جايينكم فقط لجل مصالح، مع السلامة. مع السلامة يعني ما تشوفه لو يكون من اللي يكون. هي والله حد من الوادم قاس على عمره وعايش في وهم. وين التطعيم؟ هذا حين التطعيم من فوق يتخلى، أي شيء تحت بيظهر، أي شيء نوائد يسمونها نتوءات سرطانية، هاي تشلها، هاي انطلع مني يسمونه هاي يتفرعن عقب يضعف اللي انت تبغى يظهر يضعف لك. الحين تخليها النمونه تصير يتقوى ما شاء الله. الحين ما شاء الله شو غدت؟ الحمد لله رب العالمين كلهم ما شاء الله كبران، غدا ما شاء الله عليهم حري ان شاء الله بنزرعهن على الموسم. اول الله كل شيء وله شيء، كل شيء وله مكان، كل شيء وله موقع. ما في شيء يجي من فراغ، ولا في شيء يجي بالراحه، ولا في شيء يستوي بدون عبال وبدون تعب. لازم تحط في بالك انك انت لازم يوم بتزرع ولا بتسوي شيء لازم يكون عندك الدرايه، ما بتخليه لمني ودرب. لازم تعدل وتزين وتباري وتسمد وتعالج وترش وتلطف وتجلب التربه وتسمدها وتعدلها. لا كان تبغى زرعك تغلي زينه، كان تبغى زرعك تغلي زينه هالنمونه ولا ماشي. والحمد لله بشيركم السنه الهويات الحاره مايت سفرجل هذا اللي ينزرع، ها نحن اللي يظهر عندنا. البيوت اللي ما غير يزرعون بسم الله كره الزرع، الجذور هذه تحت العروق تكتم انفاسها يقطن من كثر الماء، من يقطن خلاص ما توعى بهالشيارة لا انجلبت. والله عين يته ما صلت، ما يته عين كثرت المياه، كثرت الماء، هي هاي العين كثرت الماء. الماء قلة زباد وكثرت سماد، قلنا لك بدال الودي هلف كل الحمد. اللهم لك الحمد. ايها عليكم السلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. وهذه دهنتنا ضلت عماركم وجاهزة، زبد بقر صريح. هذه حما فيها ولا نسبة 1% من الرطوبة. الحين ها شوفوا كم اللي تبخر من فوق بين النقطة هذه وبين العري مال المريل لين تحت، ها كله تبخر، ها كله رطوبة. يلا 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 عاشو 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 عاشو.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه دوياتنا طالت أماركم. نحن نكثر كمية الدويات لجل تبن ريحة الدهنة. تبن الدويات بالدهنة. نحن هذه كمية مش كتجاري. نحن كأن تسوي شيء خاص حقك روحك. فهذا طالت أماركم بزارنا تبينا في الدهنة. بزار هي الدويات يعني. دويات على حسب كل بيت وشو عوايده شو يسوون شو ما يسوون. الزبد زبد بقر على بطنه وظهره يتريوي السيارة ويحلون المريل هذا خالي وازنون عند المزرعة قبل ما يبتدون ويازنون وهو الموتر ظاهر يشحنون طال عمركم نص طن 500 كيلو يتبخر تقريبا 40-50 كيلو ساعة 70 كيلو يتبخر والباقي يتم زبد صريح. الحين تنحط الدويات كل إنسان على حسب شو يعني متعودين في بلادهم شو يحطون. نحن نحط السنوت وليليلان ونحط على أعماركم طحين البر المهنهن ومحموس وكل شيء له مقياس وكل شيء لدرجة نضوج وهذا على ما تشوفون. الحين هذه دهنة على أعماركم عقب ما حطينا فيها الدويات وهذه ها قبل الحين طلعت أعماركم ها شوفوا مدلخ هذا الحين مدلخ ها ليش لأن فيه الدويات. متى غادي جاهز من يصير ويعتزل يرد يصفو مثل ما نحط الدويات هاي تركد روحها مكان واحد في الجدر خلاص ياخذ من 3 إلى 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وهو على الضوء. ليش هالكثر وقت؟ يقولون والله نحن هاليتنا بسرعة يذهب عندهم هاليتكم لأن يحطوا يسوون أبوي كيلوين 3 في جدير صغيروني ونحن لا كمية كبيرة كمية كبيرة. فلذلك على ما تشوفون تأخذ وقت في نضوي ونحن ما نشلوطها سرعة سرعة. شوف الضوء ريحة الضوء ريحة شيء بسيط على 500 كيلو. هذا لازم يبالي وقت وما مبنت عنه قبل ما تعتزل الخلاصة وتقمش ما شيء فايدة. لازم تعتزل وتركد ونخليه 48 ساعة من يوم إلى يومين كنديشنات مشغلة لين يصير ويبرد الدهن. من ديها تبرد الدهنة حطينا طالت عماركم شيء في غراش كبار وشيء في غراش صغار. جيب الغراش بسرعة هذه يلا في دباب كبار غراش كبار أمهات 2 كيلو وشيء في غراش صغار أمهات كيلو وشيء لبزار هذا وشيء لاتشار ولاتشار يبغى غرشة تاتشار وشيء لاتشار وهذا كله طالت عماركم موجود وفي الشوفة. وهي والله هذا اللي يقولون التريب هذا معناته لنضوي. هذا الحبيبات اللي تشوفونها هذه هو نيشان لنضوي مثل الحلوى ما تسوي الشاله فوق اليامد هذا ما بحلوى انها قديمة لا هذا نضويها وهاي الدهنة حالها حال الحلوى. ما تعول لو بتكمل حتى سنة وسنتين وثلاث ما تعول ولا تخترب. وهذا قوامها وهاي وريحتها مسير يومين تروح. هاي تشوفون هالجدر هالمريل الحين ريحة فريج بكبرها تغدي ضاية من ريحة الدهنة لأن ذوابة على أصولها رقم واحد ما شي شرات تذواب في الدنيا العودة. رب الله تعب تبعي يبغى شات لا شار. هذا أحب نحط لكم طلعت أعماركم الرابط اللي فيه اللي يبي يطلب دهن ولا أشار يطلبه ويوصل برسم الخدمة. هذا الاتشار اتشار الفيفاي الغض وهذا طريقته. لا واللي منكم بياخذ من الاتشار نخذ غرشه ولا 10 ولا 100 نحن ما يخصنا. الحين نحن اتشارنا هذا خدمه بيت هوم ميد لازم الويه الغرشه يكون مغطاي بهالطريقه بالزيت. نخلص زيت هذا يحطوا عليه زيت زيتون ما حد يخلي بليه الويه هذا اللي فوق يكون مغطاي بزيت. هذا هي الطبقة الحافظة عشان ما يستوي فيه تعفن ولا يختلف. هذا علمه هذا خبره. يلا سكروا الدب حط لكم الرابط للي يبقى أشار الفيفاي ما بحار وايد فلفل فيه وايد ما في زود حرورة ترى اسمه أشار بعد أشار ما في فلفل ما بس ما أشار المهم في حرورة المهم لا يا لازم اللي بيستعمل للأشار من تفتحه تاخذ منه بخاشوقة حافة
ما تلمس ما يلمس باليدين والخاشوه تكون ما فيها ولا نقطه رطوبه. ما بيغسلون الخاشوه حطوها داخل بما ما يخترب ويعفن لان ما في مواد حافظه. هذا كله نحن ترتيبنا ما في اي مواد حافظه على طبيعته. ناظر واحد لو بيكمل حولين ما اخترب، لكن يجب انك ما يلمس باليدين وتعرف كيف تعامل المنتج. لازم هذا من تبتني تستعمله لازم يكون وجهه مغطى الحفيظ. ايه افتح افتح اوبن، لازم الوجه غطاي بالزيت. خلص زيته هذا مال الاتشار، تزيد زيت زيتون. كل ما غرفت منه تزيد زيت زيتون من فوق، تخلي طبقه مغطت لنا حق ما يعفن. اي صبعك بتحطه داخل بيخترب بيتعفن لانه ما في مواد حافظه. كل شيء ما في مواد حافظه ما يباله انك انت تدقه بيديك ولا تستعمله وترد مكانه. يلا قول هزقري يا راشد. هادو ها هادو يا يا جبا صراحة حرام. ايه زي حلوة كيف الحال؟ سويت السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ هاي شو تو هاي شو هذا؟ إيلس إيلس أنا وين؟ أنت شو بلا؟ ليش دسيت بو بو مخبا هذا؟ عارف هلين ما شاء الله بابا شهر مالو يجي شهر مالنا يروح. ايه ها شيخ هو هذا الخبر دي يا اخوي. دواء دواء وين دواء؟ ما في دواء. خلاص ما دواء شيء دواء هي بنحط لك دواء يظهر الشعر. اي دواء دواء ايه. ولا تسوي زراعه وين تبى زراعه شعر؟ اي شيء شيء تبى دكتور في دبي؟ لا بيودي داخل المزرعه اسوي زراعه ان شاء الله. هنا فرات موجود مني ما بصاحي هذا صراحه. مين شو اخبارك صليح؟ مزرعه بابا. ها شفت المزرعه؟ ما يشوف انا مزرعة مالتي ما شفته؟ ما يشوف. قول والله ما يشوف. هو خبر مشان انا واخذ السفر لندن. هو اقول انا ما في شوف انا لا ما يشوف. ان شاء الله حبيبي بنطلع الوقت اللي بسير يكون براد بسير انا وياك. وين صرت اليوم انت؟ بيت. منو بيته؟ فلاح. وبعدين؟ بدريه بس. شوف شو كلت عندكم بدريه؟ واحد خبز واحد. هناك كلتوا خبزه؟ بالواحد. لا في البيت ذا هاوس بدت هي بيز بيز تشيز جبن جبن مع خبز في البيت. وصرتوا بيت بدريه بس. شو كلتوا بيت بدريه؟ خبز واحد اي. وعندي انا شو كلتوا؟ فيه. خبز بعد. يعني ثلاث ريجات لين الحين صاحب ثلاث مرات عم تريج. عافيه عافيه الله ما شي مشكله حبيبي ما شي مشكله. هو نسيان ممكن هو نسى 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 نسى. شو اخبارك صلاح؟ ايه شو اخبارك؟ شو؟ شو ذا الخيمة مول كوفي مول مول و what's happened after back the mall too many people he said زحمة. لا فرح هي سيارة. طيارة؟ سيارة سيارة مول 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 هني هي مول في الفلاح. شو بلاه؟ هو روح عشان كافي. قلت منتي شو عيال بتتدخل انت؟ ها تفضل هذا الدخون. ما شاء الله. وقف واقف حط المدخل تحت كندورته. وقف وقف صبر. وقف صبر داخل. ارفع راسك ارفع راسك فوق فوق. صبر شوي ها. ارفع راسك فوق صلاح. ارفع صدرك فوق. يلا بس لا خلاص يا الله. ودي المدخل هنا منا ان شاء الله. بالله هناك هناك الكورنر هذاك. زين صليح شو اخبارك؟ وين سرت وين جيت؟ وين موجود؟ وين موجود؟ البارحه جيتني خمس دقائق وسرت عني. كذاب انا ما بخوف. انا حلت انا ما حلت هي تاخرت علي. ما نخش كيف؟ ما انا ما شكلت دقك انت وايد تاخرت علي. ما انا تريتك 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 الشرطه شفت صلاح كل حد في الشرطه يسال يقول وين صلاح؟ ما دريت ان بوديك مره ثانيه بوديك وياي عند الشرطه يبون يسالون عنك. خل بنسلم على صلاح المره الجايه يوم بنسيب عندهم عرض وسياته بوديك وياي يسلمون عليك الناس كلهم صلاح. لكن قالوا لازم السفره لازم وين سفرك انت؟ هاي سعر عندك بس يوم بسير مكان رسمي لازم سيارة قطرة لازم كندورة بيضة وسفرة بيضة. كم السكر اليوم؟
ما باخر يوم ما هذا الو فيليبين شو اسمها هي؟ لينا لا بني ولا لينا اسمها؟ لاني ولا شو؟ لاني 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 شو اسمها؟ لاني لاني وين ولا ناني تو؟ لاني شو اسمها عاده؟ لاني لاني كم تشيك ذا شوغر فور صلاح؟ هاي لاني وين وهاي لاني تو؟ ماما خلي أشوف أشوف كم لا لا ما ما مرتفع ما مرتفع ها 171 زين ما بوايد مرتفع زين شوي مرتفع ما بوايد بس خلاص الحين لا تاكل شيء لين خلاص روح بيصير ينزل 1 2 3 One song, one song. صلاح قر خلف لا بتغني غنية لا لا حرام حرام يا حرام صلاح لا لا حرام بعد عنصري أنت لا 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 عيب يلا مبروك 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 وين وين مرد حرمه وين مبروك 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايه فيليبين هم يقولوا في ماني بخشيش لا لا بخشيش خلنولك بهابي بيردي هدية 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 صبر صبر ايه ايه راشد ما في خرد عندنا قم بعشر عشرة هي كم مريض يب ما تدري كم عندك يب 50 100 اي شيء كم يلا كم عندك قنوالك غنية ما أدري شو بلاش يلا يلا أي ألو أي ما عليه يلا هي ما بمالات سعودي ما الفضة بي هاي يلا تسمع عليه على عشر عشر قبض أنت يلا قبض عتهن يلا قبض صلاح صلاح عط بيديهن يا الملاك انت يا المنكر يلا بيديهن صلاح يلا بيديهن بيدها حرام يلا يلا شكرا صلاح واحد واحد وحدة وحدة تحمل قصر عليك وحدة 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 صلاح ايه يا ويلك يلا وحده وحده واحد اثنين واحد شو هذا قصن عليك هذا البيزات كلهن يا الخروف خروف انت غني خروف شلوا البيزات كلهن تميت تهنمونه خرفنك خراف تشوفوا صباح الخير ها
هذا البادع متفاجئ في لندن وتلاقيه في مدينة محمد بالذات. صلاح هذا محمد البادع. شكرا. هلا 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 وسهلا. ما حول شيئا. ليش اليوم اول يوم تقاعد؟ ابغى تعلمني حياه المتقاعدين. شوف انت اي زين حياه المتقاعدين طال عمرك. اول شيء عقون النعال خاري عند الباب يدخلون بلي نعال العرب. زين هاي هاي من اول شروط المتقاعد. يلا توكل على الله. هذا الدرس الاول. لا ما شيء هلا شل الغش اللي تحت ريولك نعمت الله وحطها منك. هذه ما بين انتو روحك وانت جاي حيتك عقيدته. لا اله الا الله. ها تبى دروس المتقاعدين؟ اسمعني ها الحين انت دخلتني انت هي من استويت ما تقول لي عقنا على الحين. انا ما يخصني. لا انت المفروض تقول لي قلل من قيمه النعال. لا 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 النعالي عقونها خالي عند الباب. هذا فراش زل صيني حفر مستغلين عليه زوليه جيمته هاي الحكي. والله العظيم اني كل مره هيك بتقول لي تخل بنعالك. كذاب والله. انا حل الله فدا عقبه عدوان الله اللي ما يخافون من الله. اي لا انا بخليك تدوس براشي بنعال حق عليك. لا يطهرك لا بر ولا بحر. شط العرب كبره ما يطهرك. انا الفقير قلت لي الكمبانيه اللي يدخلون ما تقول لا عاد هاي خبوي كمبانيه. الله يبعد عنك الفقر ان شاء الله. بسم الله عليك من الفقر يا ابو علي. مبروك التقاعد وتستاهل والحمد لله. الحين بتبتدي حياتك العمليه حياتك الصدقيه. الحين بتعيش البادع الاصلي. تعال هنا على يساري ان شاء الله. تعال بنعطيك الدرس الاول. الله حق النعال. حق النعال. إيلس انت إيلس شو تبع؟ بشل تليفونات البادع بيود دسم دسم يبي دسم في مخباع ما يشوفه. تفضل يا مرحبا ابو علي. ما شفتها هي وانك ما تدري. يا حي الله ابو محمد. اي فحين طال عمرك انت بتتفيق. اول بادي بتتفيق لعمرك اللي اهم عن الاولي والتالي. جميل. اي نفسي ولا املك سواها. زين. اي راحتي وقرة عيني احسن لي من لبس الحريري. شوف انت هناك تليفونات منو صلاح هاي اللي عندك؟ يا صلاح. اي انزين الحين انت ودر اللم واللخت واللبو والصاحب والصديق. اول بادي تشوف يوم في الطياره يوم يقول لك بيستوي انزال طوارئ ولا شياته دلن هايل. اول حط على عمرك قال لك مالك سجين هاي سموها الهواء. ليش؟ هم شي يقولون ليش؟ تقاعدت الحين. تتقاعد قاعد اول شيء جهز عمرك. انا مجهز نفسي للسفر. اي الحين انت انطلاق اليوم الانطلاقه. متى نسافر؟ وين بتصير؟ بنصير اي مكان. خيمه. ايه عشان احس بس بالتغيير. وياي انا ما بتروم ابوي باكل لك كبدك. انا بصبح عايرك بمسي عايرك. صح. ما بتروم علي انا اكلك. من يروم عليك؟ استغفر الله. الله بس الله. نعم بالله. يا مرحبا يا مرحبا محمد. المهم مبروك التقاعد. الله يبارك فيك. عيباتني ليديات تطلع بالله هيك ليديات. انت لو تاكل لو هذا لو يتحنن يديك حتى ربع فنيال حنا ما بتاخذ. احس اللي يسمعك. ها عيدي انا. ها نفس الشيء. ها وين نفس الشيء؟ والله نفس الشيء محمد. انت بعدين هاي اليد يد عدت 70 هاي. هي والله ما شاء الله. هاي حضرت كل الحروب اللي في العالم. هي والله وبعدها صامدة. هي والله ما شاء الله ما تقول إلا عيد واحد. زين علي العروس أول يوم يصيرون لم تصير تخط حق الولد. شو طالع عيد الريال؟ شو لا العروس طالع العروس. شوف أطرافها يديها وريولها. وانت ما شاء الله يدياتك على هالكبير. هاي العروس ما بالعريس. هي العريس لازم تكون شفة عودة وريول طوال. خرب الله والله يا الوصف ما فيك. يا الوصف اللي فيني فيك. لا وقسم بالله والله نفس الشيء ابو محمد. انت تتكلم عن عيد يعني صامدة 70 سنة. عيد والله تعرف متعرف الفلوس والله. تعرف والله هبات الريح وال... الحمد لله عليك. الله يزيدك ابو محمد. الله ما دمها نعم حوضها من الزوال. شو كيف كانت رحلة الساحل؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ولا كذا استانست هالناس. الحمد لله سياراتي ايات كلها زينه بس وايد فرقت عن المره الاولى اللي صرت. هي فرق قبل جايينها قبل 5 سنين. ايه.
والحين فرد السمع الله. صحيح. شوف صلاح يوم عنده مكالمة خاصة يعزل العمل. منو تكلم صلاح؟ ماشي لا. هو. سمعته؟ أكلم الهو. خله يكلم الهو. منو تكلم؟ ماشي. هو؟ شوف مشاورات الدنيا واستانس على الاقتصاد يربع يموت بعد على البيزات خس موجود صح انت شو تشوف انا موجود ولا ما بموجود بعد تكذب ليش تقول للريال ما بموجود بعد علموك الكذب انت بعد ها مكسوره وتبرد ايوه هذا صلاح كيف تقدر تكذب علي وهذا تعالوا بالنوح بالنوح تعالي وين بيصير بعد ريال؟ بليز باريس بليز ما بليز باريس بليز صلاح سيريا شانزلزيه لا ودي خلنا ورنا جمزيه قول شانزلزيه بليزيه قول بعطيك ألف حب بليزيه بينطق ألف بينطق لنا هالألف نطق غيره ما بينطق لنا عذرا هلف يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ان شاء الله ان شاء الله يا صلاح سلم على خالد حياك مع السلامة السلامة دوك سامحي بالعسمة عاد انزين تعال تيا عندنا شو وداك هناك حبي حبي البنكور وين بتروح حبيت خلاص من حينه لا حبيبي لسعدنا خلينا نسولف وياك يجلس شوي تعال انت هنا يا رجال يجلسني يجلسني عند صلاح يجلس احنا انت رجال كتينا من الصبح وواعدنا الساعة 9 ونص جايين الساعة 11 والله ما كذبت والله وعدنك 10 صارت بك ما ترد لكن الحين ما حاسب عليك خلاص خرب داس قالت هدى قالت انت هب خير اي والله اليوم هل يسوى طرس لي مسج والله عندك خلاص ايلس ايلس لا تدخل ايلس ايلس هو الحين متسلط على نظارك ما يبي يخلي لك شيء سمارك كله قدامي دخن سفك ايش قاعد تدخن سفرك مره ثانيه؟ كيف؟ لا اشوف مره تدخن اذكر الله اي شيء بتقول اذكر الله الف من تشره الطرف الثاني؟ ما شو كله له الكبر تحرى نفس دوكم الحين هذه الحميه بتسوي شيء بشعرها هالنمونه الرجال يبي يوم يبي يتدخن نزل سفرته نزل سفرته وتدخن ودر عنك اللعب انت هاي تسوي شيء هاي الحرمه سوت شيء بيدي لا تحطت المدخن الحين انت رجال بسفرك يا المنكر ما تدري والله حيدة رايقة ما تدري شو ياد خمكر البادئ شو ياد تخمكرت يا عيالتنا بابا ولا بنت لك ريحة شو تبين يقول ما كول ولا عندي خبر تعالي تعالي ها ودي المدخل كله ودي ودي داخل كامل ودات بطنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور أنا طالت عماركم في دير فيلز اللي في الباهية دير فيلز المول الجميل هذا اللي العالم كلها تيه كان حين نحن نص النهار وما بي ما حسبتي يصفر إبراهيم القرشي وخمسين بالمية خمسين بالمية إبراهيم القرشي على جميع المنتجات فهمي ولا أنا فهمي بندخل بنشرح لكم شو عندهم وشو ما عندهم وشو أخبارهم سلام عليكم كيف حالك؟ من أنتي؟ أنا سارة من المغرب اسمك؟ سارة سارة ماشي أنتي في عائلتكم كم سارة؟ عائلتنا كم سارة واحدة بس هي والله؟ لأني وايد ما شاء الله أشوف مغاربة يسمون سارة اسم سارة مبروك مثل اسم القرشي اسم القرشي مبروك مبروك آه يا مرحبا يا مرحبا بسارة من الساعة كم تكون فاتحين سارة من 9:30 صباحا إلى 11
في المناسبات طلعت عماركم كلن يسوي عروض وكلن يسوي اوبرات وكلن يسوي. ابراهيم القرشي جاي ابويه زاد عليهم كلهم فوق 50%، مسوي 50% خصومات، لكن تسوي العرض العطورات طالت اعماركم اللي عندهم سعرهم. اولا العطورات مختاره، انتم تعرفون ان اكثر عطورات ابراهيم القرشي كلها زينه، كلها اصلا زينه، ما باكثرها كلها زينه، ما شيء عطر عادي. من اول ما ظهروا المسج الابيض الى ان دخلوا المسج بالرمان ودخلوا المسج اللي باللبن، كل العطورات جيده فوق على الجيده، الى ان اصبح طالت اعماركم اليوم مسوين من عقب 50%. شو الخبر العادي؟ عطور مختار ب 94 بس. 94 درهم مجموعة عطور من مسك من عطور. من المسك شو وينهن العطورات اللي عليهن؟ كلهن هذه طالت عماركم. كم كانن قبل؟ كل واحد سعره هذا كان 200. هذا كان 252. هذول كان 200 و326. هذا كان 400. العود الأزرق هذا أكثر مبيعا بعد كان ب 439. وحين 94 بس. شوف يعني من 400 وشيء إلى أن أصبح ب 403 بكم؟ 94. 94 هذا مسوي لكم يبيع اللص مخلص، حاضر منكم يبلغ الغايب، مسوي لكم شيء فنهار رقم واحد. 94 يا جماعة الخير لو تأخذك مرضان تيودهم في الكبات، حد مربي، حد بخطوبة، ملكة، عرس، مسير على حد، زائر حد في مستشفي، بدأ ما سيرة الطلوح. سيرة الطلوح يا جدام ويا دورة ما بحلوة، لا بحلوة لا في حقك ولا في حق الناس اللي انت ساير لهم، ولا في حق ان انت جاي من وين جاي تترقرق يا جدام ويا دورة. لا، هذا تأخذ لك أبوي مرضان عطورة على 94 وتيودهم احتياط. اليوم هذا التخفيض موجود، عقب فترة مش موجود، فالناس تغتنم الفرصة هذه وتيود وتاخذ وتخزن وتجسم، عقب تبيع تشتري. ناس وايدين يجون من آخر الدنيا لجل يشترون بالسعر هذا، ياخذون حق كمية تجارية. حرامي آخر مرة شفتهم أنا في ممشى دبي سيتي ووك، مزرين كراتين من لبنان ومن افريقيا ما ادري وين، مزرون كراتين. اقول ليش؟ قالوا نحن ترقي الاوفر هذا، متى يستوي اخذنا كميات وخزناهن وبعدين ردينا نبيعهن وقت يخلص التخفيضات. شوفوا هذا التركواز، هذا طالت عمركم قبل فتره نحن اعلنا عنه 356 درهم، الحين طالت عماركم ب 94. أنا أعطيني من هذا، تعطونا نحن حال الوادم ولا تخفيض خاص؟ بس هاي من يقول حمل الحد يقول لك على رأسنا ولا أكيد أعرف إنه ما شيء مرة بس إلا رمسة مدام تجيب وجه ثلثين المضرب على يمي ريح تخنين. يا شوف شوف الفرق بين شو كان 356، روحي أنا معلن عنه على الطاولة هاي تكتب 356 وحين ب 94 درهم. هذا عيدونه أنتم، أنا هذا طالت عماركم الخزامة يوم يقول البربل والبربل، هذا الخزامة أنا يتعلنت عنه قبل هاي الكلهم، قبل ما يطيحن هاي يطيحن، هذا قبل، هذا قبل وهذا عقب طاح عقب فترة بست شهور سبع شهور، لكن هذا طالت عماركم عطر الخزامة، هذا من العطورات اليومية، العطر اليومي اللي توم تستعمله وكأنك أول مرة تستعمله، علما بأنك تروم تستعمله كل يوم وريحته، وقسم بالله العظيم يا الله يا رب لا تكتب علي، لأنه من أجمل عطورات. كان 356 وحين طالت عماركم 94. وين أنا ما بيعطوا خيبة في عيني. هذا طالت عماركم سفاير لذر، وهذا بلس روز، هاي من الأكثر مبيعا كان عند إبراهيم القرشي. بعد الحين هذا شملهن اللي هو التخفيض، هذا وصل سعرهن من 365 26 إلى 94 درهم.
المجموعة اللي عليها العرض طالت عماركم 94 مجموعة كبيرة طويلة عريضة، أنا ما بقدر أجربهم كلهم، لكن الحمد لله رب العالمين. شو اسمك قلتي لي؟ سارة. مسكر رمان بعد يشمل العرض؟ أكيد مسكر رمان بعد في ريز في رمان في الأبيض في البودر كلهم يشملهم العرض؟ ليش مسوين هكذا؟ بتقولوا لي ليش 50% و94 درهم؟ إبراهيم القرشي ما يبحد يزيد عليه، كله يبي يكسر الدنيا في التخفيضات في الأوبرات في المناسبات الجميلة، على طول تلقطونه هو ظهر ولا منورهم يسوي على عطورات 50%، منورهم يسوي عطر مقيرب ما يقارب 400 درهم، يعني نزله إلى 5 إلى كم؟ 94 94 درهم. منو هذا؟ خبروني. ولا أي شركة، ولا أي شركة من الشركات، مش إلا تروم ولا حتى ما يرومون يفكرون هالتفكير. إبراهيم القرشي رجل كريم من أسرة عريقة كريمة، يزاه الله خير، يحاول بشتى الطرق ما يبر ربح الوايد، ساعات يسوي لكم سعر التكلفة لجل يسهل على اللوادم، ناس تبت عيش، ناس تبت هدي، ناس تبت عطينا، ما بلازم الواحد يكون عنده ماين حقرهم يدخل. إبراهيم القرشي، إبراهيم القرشي حتى اللي عنده 100 درهم يروم يدخل ويأخذ لمضرب عطر لا ويزيد إلا 6 دراهم بالمية. مشكورة يا سارة. 50% طالت أعماركم في جميع الأفرع وعلى جميع المنتجات، 50% جميع الأفرع وجميع المنتجات، أما اللي 94 على الحصريات. هايل ترى كان برغم كبير، لكن سبحان الله رب العالمين الله سخرها للعرب هاي كلها، وشي طالت أعماركم التابي، شيء تابي وشيء بالأقساط، بهنسات وبالأقساط. بعد شو تبقى تروم تاخذ لك زار كرتون تظهر قراطيسك مقطع يديك من ثقلهم، تروم تقصد، ما عندك تروم تقصد، تنتهز الفرصة وتسوي لك أقساط، أقساط مدفوعة في الأجل. سارة شكرا جزيلا وبارك الله فيك يا بنتي، والله يحفظك. تعرفين هدى؟ أكيد. نبلغ لها السلام بمثل مثاليك سارة من زاوية. من زاوية. من زابية. زابية. هي منطقتكم. هي أقول لك كيف تعرفيني؟ أنا أتابعك أكيد. حد من أهلك يتابعنا؟ إيه. منو؟ جدتك في وين؟ فرنسا بتتابعك. الله أكبر. تفهم لي؟ مو بس أكيد. والله. سبحان الله كيف تفهم؟ لا لأن البعد الجغرافي واللهجة والطريقة الكلام. مو من زمان يعني فرنسا، بس توه الحين راحت. زين مشكورة يا سارة. الله يرحم والديك ويخليك وسلام من يبلغ. سلمي أنت على يدك كثير السلام. بنصور لها فيديو وحين أنا وأنتي بنطر شي حق يدك. زين. هذا كارفور. هذا كارفور في ديل فيلز. كارفور في دير فيلز، ومرة من تصد من هناك هذو القرشي بعد عندهم موقع ثاني هنا نفس العروض اللي موجودة في اللي فوق الدور الأولي. شو اسمك أنت؟ ما سمعت. ريهام طالت عماركم تشتغل عند إبراهيم القرشي، ونفس العروض والتخفيضات اللي موجودة فوق موجودة تحت، عندهم العطورات أمهات 94 درهم تعرفونهم، والتخفيض اللي هو 50%، هذا كله بتلقطونه عند ريهام، هذا التخفيض وخبناكم عنه، وإن شاء الله كل شيء يسر خواطركم بتلقطونه عند ريهام. شكرا يا ريهام. الله يحفظك. هذا طلعت عماركم اليوم غدانا طاجين نغر محشاي. محشاي شو قطع النغر بعد من غير وربيان حشوته، وشي لا صار ولا استوى. لكن عادة طالت عماركم الغداء هذا، نحن بننزلكم مكونات وعلومة واخبار ان شاء الله عدنا باليوم، سامحونا. زين يلا، حتى ضعفتي من عقب ما رد حسابك. غديت من صفقة عمي يقول شيلوا الدلف شوية وحطها بشوية، ايه لانه اكثر شيء ينرفزني اللي يري الدلة، واللي يري الدلة يعني شوية خطر علي
اوعي اذا ناوي تتزلزلين ريها. انا ما لمسها. اي خليها يعني خلاص. اي لا تفكرين اوعي كانك خاض راسي بهاون. اي لان الدلنا عندي شيء يعني حيا وموت. خاصة دلتي ما داني حد يريها ابدا. لذلك حتى ساعاتي يسون عندي 10 تنفار ما خلي حد يصك الدلة وجهويهم كلهم غادي أبدا مجهوي لهم سب الشو إن ما حد يرق الدلة حد من العرب حتى لو بيقبض الدلة ما يقبضها شي سيده وينزلها يتراها شو كبرش خانتها للقوة شو خانتها من عقب الري ما ترق الدلة قبض الدولة هنمونها بتحاول لقطة شوي شوي شلوها صبوا الفنيات ونزلوها شوي شوي بعد ما يرضى خوبها ما بلجل انها تنكسر لجل ما ترتقي فهمتي شو المقصود من الكلام بسم الله بلاج او انا يعني السبحين حين تسبيحه يا المنكر يا المنكر يا المنكر يا المنكر المعدي هاي حي تسوي هي بيوثقون حسابي ما بيوثقونه بيوثقونه ما بي. هذا اللي هي ياس تسويه وهذا كله يعني مسكة باليس هذا أونها تسبح لا تسبح ولا تعرف للتسبيح ولا بحياتها تسبحت بس اللي هالنمونة بعرس ما بعرس بعرس ما بعرس بعرس ما بعرس بعرس ما بعرس بعرس خفي مليون معرس بيج خفي خفي ما يحدي بتريله خفي بيج مليون معرس يعني شو هذا الكلام هذا الكلام العقي هذا اللي في ديش اللي تيسي تشبين لا تكذبين ان والدك السبحين بعرس ما بعرس بعرس ما بعرس بعرس ما بعرس ما شيء بويه مثل الاولين هاي لكن يقبضون ورده يشلون عاد الورق منها يحبني ما يحبنيش يحبني ما يحبنيش لين تم اخر ورقه او انه كان يحبها ولا ما بيحبها بيبين ينتفون الورده لين يحصل الاوراق مالتها الحين هي تعد هي بتوثق حسابي ما بيتوثق من كثر اينانها على الحساب امسات تهكر لو ما الله رحمها ب بمن هي مليون معرس بيج يعني شو معنى هالكلام الحين انت حين تبين ريل ما قلت تبين ما تشغل فيني اكون تريلا ولا اكون موتور خاطئ ولا كيف ما يعني شو معنى دبا يازنون يعني ال تريلات كيلو ذهب وناقه منو وين هذا هاي الاول زمن الجاهليه ابويا والله هاك الاول احد حايحن يبقى قص لو تبيني اسوي لو تشيلني وين اشلت عارف وين تشيلني بس انت ما تبيني تبيني ابقى تريلا والحق ان شاء الله هالشهر حشتغل على نفسي وي بعده دوري لك تبوي مكان انا ما احب انا ما احب حد يكون ضعيف عندي هاي لو انت مبمتين ما يل مشاهدتك شو قاعد تتشحت علي دوري يلا بهي نعم شو تتشحت علي اقول لك اقول لك نضعف في دوري لك مكان خلاص حتى من حينه اكيد انا حدور لي مكان حتى لو بخصوص البعض طبعا الاغلبيه تحسبوني اني انا من راس الخيمه لا انا من دبي دار الحي راس الخيمه يوم شفت ابو محمد اول مره كنا هناك في الطوفي كان في راس الخيمه انا من دبي مرحبا بكم مره ثانيه متابعين بخصوص البعض طبعا الاغلبيه تحسبوني اني انا من راس الخيمه لا انا من دبي دار الحي راس الخيمه يوم شفت ابو محمد اول مره كنا هناك في الطوفي كان في راس الخيمه انا من دبي ابوك تشرفت ابوي بالتصوير وياك السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك الحمد لله زين ليش من ساعات اسم العنب وشي مشكله كيف حالك الحمد لله انا اسمي خالد انت ايش اسمك ايمان ايمان ما شاء الله عليك من هالراس الخيمه من دبي من دبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يسلمك ما شاء الله عليك انا بصور وياك يلا تعرفين ابراهيم توفيق ليش صديقي الحلو اللي كان جاي امس الهند شو بعد امهم ما تعرفيني لا والله العظيم ما اعرف كذاب قولي والله والله ويت ويت باك ما اقول عن شيء الله نصور تصوير غير نحط فلتر ولا بدون فلتر كذي حلوه يلا تجننين يا ربي اي والله بسم الله يلا عاده صبري انت قرون ظهر لك بالعمال حطها بالقرون ايه بسم الله انا يبالي كل فلاش هي فلا اكيد الله امر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد مساك محمد، ايش حالك عساك طيب؟ طبعا حاب اشكر الصدفة الجميلة اللي شفت فيها اول مرة في رأس الخيمة سنة 2019، والحمد لله اتقبلتني الناس وما شاء الله، والحين ينادوني في المعارض اعلانات بطريقة هائلة، واتمنى انك تنشر حسابي مرة ثانية. طبعا انت ابوي عزيز وغالي ابو محمد. يموتون على الكرة، يموتون شركم ما جيت الميلة صار إني من شهرين أول مرة جيت مشرف حم شهرين ما طحت عليها من التراب، لكنها لبتي كلنا أبوي بتليفونه واللي بلي تليفون يطالعون أبوي المباراة. حد يقرأ كتاب؟ أيوة منو يقرأ كتاب؟ ما حد يقرأ كتاب، ما حد أبوي يقرأ كتاب. المهم الله يسر الأمور.